بلدة الزاوية أولا بالنسبة للموقع تقع بلدة الزاوية إلى الغرب من مدينة سلفيت وهي تابعة إداريا لمحافظة سلفيت يحدوها أيضا من حدودها الغربية هي مدينة قفر قاسم المحتلة في داخل ما يسمى 48 يحدها أيضا من الشمال بلدة مسحة وأراضي عزون ومن الجنوب بلدة رفات وأراضي دير بلوط بلدة الزاوية تقع على مساحة ما يقارب حوالي 24 ألف آه هذه المساحة مقسمة إلى أكثر آه من قسم آه المنطقة الهيكلية المسموح فيها البناء ضمن إجراءات الاحتلال التعسفية الظالمة هي ما يقارب 1400 دولم من 24000 جدار الفصل العنصري اقتطع حوالي ما يقارب 8000 دولم داخل المنطقة الغربية من أراضي بلدة الزاوية آه تعذر الوصول إلها من أهالينا والمنطقة المتبقية هي منطقة زراعية أصلاً يصنفها الاحتلال بما يسمى منطقة سي. بلدة الزاوية منبسطة على منطقة منطقة جبال منخفضة ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 270 متر تشتهر بلدة الزاوية بزراعة الزيتون، أرضها وعرة بالنسبة للزراعة، هناك بعض المزارعين سجلوا بعض الإنجازات بخصوص استصلاح الأراضي الزراعية من خلال المشاريع التي قامت البلدية بتنفيذها داخل بلدة الزاوية وأراضيها بلدة الزاوية أيضا تفتكر للكثير من المقومات اللي لها علاقة بالمجال الزراعي حيث لا يوجد بئر ماء تمتلكه بلدة الزاوية رغم أن هناك بئر ماء في أراضينا لكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذا البئر منذ عام 67 ويحرم أهلنا ومزارعينا من الاستفادة من هذا البئر يبلغ عدد أهالي بلدة الزاوية حوالي عشرة آلاف نسمة يسكن فيها في الداخل الفلسطيني حوالي ستة آلاف الجزء الأكبر من العدد المتبقي هو في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برعاية ملكية وأهلنا في الأردن الشقيق وجزء بسيط في المنفى مثل في البرازيل أو في أمريكا يدير البلدية رئيس البلدية ومجلس بلدي منتخب تم انتخابهم منذ عام 2012 بلدية الزاوية من الناحية الإدارية تنقسم إلى ثلاث أقسام، ستكون إن شاء الله مع بداية 2017 منفذة بشكل عملي، قسم شؤون المالية والإدارية، وقسم الخدمات العامة، وقسم الهندسة والتنظيم والبناء. عدد موظفي بلدية الزاوية 15 موظف موزعين على كافة الأقسام والشعب. من أهم الخدمات اللي بتقوم فيها البلدية اللي هي موضوع النظافه والبيئه موضوع خدمه المياه موضوع خدمه الكهرباء وموضوع تنظيم تنظيم والبناء والاهتمام في قطاع الطرق منذ استلامنا لامور بلديه الزاويه لاحظنا ان بعض القطاعات كانت نوعا ما مهمشه لكن بهمه الشباب استطعنا استكمال ما كان سابق للمجالس السابقه المشكوره اللي بدت كل جهود لتطوير هذه البلدي من اهم هذه القطاعات هو قطاع الطرق لذلك اعطينا الموضوع كامل الاهتمام بشق مجموعة كبيرة جدا من الطرق الرابطة والمخارج الجديدة لبلدة الزاوية من اجل ان تشكل مخارج آمنة لأهلنا من اجل تجنبهم للمرور بوسط البلد اللي هو مزدحم. ايضا حاليا ننفذ مشروع اللي هو تعبيد طريق الجسر منطقة وادي زمير، هذه المنطقة ستشكل نهضة كبيرة جدا لهي الأحياء وتمكن سكان المنطقة الغربية من الوصول لخارج البلدة دون اضطرارهم لسلك وسط البلد اللي هو بيعاني من الحركة السكانية. من أهم المشاريع اللي تم تنفيذها خلال فترتنا لإدارة البلدية كان هو مشروع استكمالي من المجلس السابق مشكورًا اللي هو مشروع شبكة مياه اللي كان بحوالي 2 مليون دولار. اللي هو تم تغيير شبكة المياه بشكل تقريبا شبه كامل البلدي بحوالي 70 إلى 80% من الشبكة القديمة أيضا حصلت البلدية الزاوية على مشروع كهرباء تقوية شبكة الكهرباء من كونسوليه اليابانية كانت تقريبا قيمته بحوالي 130 ألف يورو تم تركيب مجموعة عدد من المحولات وتم تركيب مجموعة من أعمال الكهرباء وصيانة الشبكة القديمة بالاضافه انه سيتم قريبا جدا تنفيذ وانجاز مشروع مركز خدمات الجمهور اللي كمان راح ينقل للبلديه بنظامها الاداري والمالي نقل نوعي من حيث جوده الخدمه وسرعتها التي تقدم للمواطنين بطريقه راقي جدا وطريقه سلسه وسهله من اهم المشاريع التي نفخر بها اللي هي تعاوننا من مع وزاره الزراعه ومديريه سلفيت بالتحديد حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الزراعية الهامة اللي بدلت الزاوية حيث تم استصلاح ما يقارب 200 دلم من أراضي المزارعين التي كانت تعاني من وجود كمية كبيرة من الصخور وعدم صلاحيتها للزراعة أصبحت الآن هي عبارة عن مزارع تمكن المزارع من زراعتها ومن استفادة منها وتم أيضا تنفيذ مشروع آخر عن طريق مؤسسة أريج مع وزارة الزراعة اللي هو حفر مجموعة من الآبار للمزارعين من أجل الاهتمام بالإنتاج شجرة الزيتون لأن المنطقة تعاني من في أوقات طويلة من الجفاف وضعف شجرة الزيتون بالإضافة أنه تم تنفيذ مشروع تأهيل وإضافة بناء لعيادة الزاوية الصحية التابعة لوزارة الصحة عن طريق صندوق البلديات بالإضافة أيضا لمشروع بناء طابق ثالث لمدرسة بنات الزاوية الثانوية كمان عن طريق صندوق البلديات هذا الطابق شكل انه تم استيعاب المرحلة الثانوية للفرع التجاري حيث كان بناتنا يسافرون لبلدة بدية من اجل الحصول على هذا التعليم هذا نوع من التعليم هو التعليم التجاري الان الحمد لله استطعنا من خلال تنفيذ هذا المشروع انه نوفر لبناتنا قاعات مناسبة من اجل التعليم داخل البلدي وتوفير عليهم معاناه السفر والتكاليف. من اهم المشاريع التي تقوم البلديه بالتحضير لاستكمالها او وضع حجر الاساس عليها هي منطقه تم التبرع فيها من اخوه كرام اعزاء من ابناء العطعوط ومن الحاج عبد الله ابو فيصل. هذه المنطقه مساحتها تقارب حوالي 25 دلم تخطط البلديه من اجل اقامه مجمع رياضي ومنطقه كمنتزه لاهلنا من اهم المشاريع التي نطمح الى ان تكون ايضا ضمن حجر الاساس اللي هو اقامه مدرسي او بدء بدء التنفيذ لبناء مدرسه اساسيه عليا في المنطقه الجنوبيه تبرع ايضا بالارض اخوه اكرام ابناء الحاج محمد امين السلخي في هذه المنطقه هناك مساحه تقارب على 4 -5 دولمات سيتم شق مجموعه من الطرق لهذه المنطقه والبدء بانشاء هذه المدرسه ان شاء الله قريبا. تعليم في الزاويه وفي القرى المجاوره او في فلسطين كان في ال 27 كتاتيب كان في هذه القرية عالم خريج الأظهر اسمه أبو رباح من الخليل كان يعلم في الكتاتيب وبعده أجو ضر الرابي جاء ضر الرابي الحج الله رحمة الله عليه الشيخ دهود الرابي ثم ابنه الشيخ عبد الرحمن تم الكتاتيب في مصر من 27 لل 47 في 47 بنوا غرفتين الأهالي ابشيت كانوا كان حجار كان في غرفة يسموها الساحة درست فيها في الكفافيب ثم لما اجت الحكومة الأردنية وعملت التعليم الأساسي رتبنا الشيخ عبد الرحمن الجماعة حطهم في الأول ناس في الثاني ناس في الثالث ناس في الرابع ثم توالت المدارس في البنى عام 64 تبرعت شركة الفوسفات الصيفي شركة الاسمنت حوالي 200 شوال يعني حوالي 40 طن 50 طن وأسسوا فيها غرف انبنت أربع غرف خمس غرف الابتدائي ومن ثم أحساب البلد في عهد الاحتلال تبرعات من البلد تلقينا مساعده من الاردن او من الاردن وفلسطين في مكان المنظمة مع الاردن مع بعض اثنين بنينا ست سبع غرف ثم جاء الاتحاد اللوثري في اول الاحتلال بنى مدرسه بنات ثم في زمن السلطه مدرسه ثانوي يوجد في البلده خمس مدارس في بلده الزاويه معروف بمركز المهندس عبد القادر ابو نبع الثقافي اللي هو تم تسميته عرفانا واكراما لهذا الرجل صاحب الفكره والرجل اللي تبنى بناء المركز الثقافي تم التبرع بالارض من خلال المهندس عبد القادر ابو نبع وعدد من العائلات من اصحاب الارض وتم التاسيس لبناء المركز الثقافي اتعاقب عليه هيئتين اداريه اداريتين منذ تأسيسه عام 2007 بالإضافة إلى أنه المركز هو يطلق عليه داخليا عندنا في البلد أنه بيت الزاوية الكبير في حالة الإغلاقات اللي كانت تتم في عنا حوالي 40 ألف نسمة اللي هي المنطقة الغربية معظم طلابها في عندهم مشكلة في الوصول للجامعات الفلسطينية كانت الفكرة أنه يتم تأسيس مكتبي بحيث تشكل مرجع للطلاب في هذه المنطقة سواء باتجاهين طلاب الجامعات انهم يتم الاعتماد عليها للبحث العلمي، بالاضافه الى تاهيل وتدريب طلبه المدارس. يعني اعتقد اهم انجازات المركز الثقافي لعام 2016 كان يتمثل في بناء الطابق الثالث وافتتاح مكتبه الدكتور عبد العزيز ابو نبعه. الانجاز الاخر اللي هو كان فكره المهندس عبد القادر ابو نبعه رحمه الله اللي هو تاليف كتاب الزاويه بين الماضي والحاضر راح ابو مصطفى عام 2016 ترك اثر كبير في نفوس اهالي الزاويه كان مثال انه الكل افتقدوا افتقدوا الانسان اليتيم افتقدوا الطالب طالب العلم افتقدوا رجل المؤسسه في الزاويه كل اهالي الزاويه افتقدوا ظل إشي شاهد لابو مصطفى على عمله وحبه لبلده وحبه لوطنه كل الأعمال الخيرية اللي قدمها تشهد أنه هذا الرجل يستحق دائما الاحترام والوفاء نادي قيادة الشاب للتنمية المجتمعية تأسس عام 2007 قام على تأسيسه نبذة من الشباب الخيرين المتطوعين بلغ عددهم في البداية عشرة أشخاص ومن ثم زاد العدد إلى عشرين ثلاثين حاليا يشكل نواة في بلدة الزاوية يقوم بالعديد من النشاطات الثقافية التربوية الاقتصادية الاجتماعية كل سنة يتميز بتكريم طلب الناجحين المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة في بلدة الزاوية والعشر الأوائل على مستوى المحافظة قمنا بعدة نشاطات ثقافية ورشات عمل في النادي تنظيف شوارع البلدة تنظيف المقابر تنظيف المساجد زيارات للمحتاجين للأسر العفيفة المحتاجة وغيرها من النشاطات المتنوعة الرسالة السامية الواضحة لنادي القيادات الشابة للشباب اللي هي القدرة على تحمل المسؤولية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات في بلد الزاوية بدون أي مكافأة مادية لأن هذا عمل تطوعي بالنسبة لرجال الأعمال نطمح أن يقوموا بدعم النادي القيادات الشابة من أجل البناء والتطوير وتقديم أفضل الخدمات وشكر للأهالي البلد الذين ساعدوا ساعدونا كثيرا في تقديم أفضل النشاطات وأفضل الخدمات في البلدة النشاط الرياضي في بلدة الزاوية قبل عام 1999 كان نشاط بجهد فردي كنا نشكل فرق شعبية فرق حارات نلعب على المحيط الداخلي المحيط اللي هو المصغر يعني الكرة حوالينا بعد ال 99 تم تاسيس اسمها نادي الزاويه الرياضي الاجتماعي الثقافي في 15/5/1999 من مجموعه من الشباب كانت عدد الاعضاء الهيئه العامه تقريبا خمسة 45 شخص تم تعيينهم تحت مسمى لجنه تسيير اعمال لمده ست شهور من ثم اجرت الانتخابات اخذنا عاتقنا بتطوير النادي نادي الزاوية الرياضي انتسبنا لاتحاد الشطرنج شاركنا في اتحاد الشطرنج حققنا بطولات على مستوى على مستوى الضفة بطولة فلسطين على مستوى عشرة سنوات أخذنا وصيف سيدات فلسطين أخذنا بطولة فلسطين 12 عام سيدات كمان انتسبنا لكرة الطائرة السيدات هذا فريق جديد تم تكوينه بتدربوا بشكل اسبوعي بمدربه خاصه على نفقه نادي الزاويه الرياضي الجمعية تأسست عام 2006 كنت أنا وزميلتي عضوات في مجلس بلدي انتخبنا في 2006 من خلال موقعنا وجودنا في البلدية شعرنا أنه لا بد أن نعمل إشي للمرأة لأنه فيش جمعية نسوية تهتم في النساء وفي أمور شؤون تطويرهن وتنمية قدراتهم فمن هنا أجت فكرة أن نأسس جمعية يعني كل النساء يكونوا تحت ظلها أو يلجأوا لها في حال هم بحاجة لدورات أو أي مساعدة يعني عندنا نماذج جدا كل وقتهم تقريبا بنات الجمعيه بيشتغلوا بدون مقابل كله عمل تطوعي كمثال يعني على عضوات الجمعيه من اجتماعات من خدمه الناس من من دورات من ممكن حتى مشاوير لبرا لما يجي مساعدات بتلاقيهم زي خليه النحل بنظموا وبرتبوا وبيعدوا هاي الطرود او الاشياء فالكل بحب يساعد اهم هدف للجمعيه تنميه وتطوير قدرات النساء في كافه المجالات اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا في كله تنميه كمان الطفل بالجانب لانه الطفل جزء او انها المراه بتهتم لانه ابنائها في الاخر تربي اولادها فكمان تنميه مواهب الاطفال والعنايه فيهم والاهتمام فيهم كمان جزء من اللي هي اهداف جمعيتنا ابو جبرين بدنا تخرفنا على الزاويه ايام زمان الزاويه الحمد لله من يوم ما خلقت لليوم هي عريقه من يوم ما خلقت شو بدك يعني بتذكر لك وانا صغير في للبلد مضافي اللي مشرك عيافة يميل واللي جاي من شركة يميل محطة لل... لليوم وبشرى يعني انه اجاك ضيف وانا عندي دوضات عندي نعجات عندي غنمات ودي الولد ودي اي واحد من الدار كل ابو فلان بدنا اجانا ضيوف خذ قديش تؤمر؟ قال له روح هذا عملية ابوك فيه هيك ابوك مش خذ هذا الضيح في الضيوف على حسابي يعني مرة واحد راح جاب 40 راس بكر عشان البنت رعاهن اثنتين منه راعين فلحة لواحد ومسكات الهوية راح في مع واحد من الحمود عندنا قال له مسكات أنا وابن عمي وضعيف كم حرك طنيب عليك تحل هالمشكلة قال له مع دوباتك راح نبع عجلني صاحبه قال له يا بن عمي قال له نعم قال له رحت نكدر الفلحة لما نكدر الخصم تشلشل قال يقتلني ويوصل كم حاتي قال له روح تكدر راح كدر الكمح قال له بده يفلت منها قال له فلان اللي شاد الارضيات انسان يعني كراه قال له هذا ابن عمي عليه راح كدر الكمحات لما كدروا الكمحات كدروهم ب 18 شوار قمح قال له وضلنا روح. مروحين اللي شد الفلحه قال انا منطيهن لوجه الله خلاص ديش البلحة خليلي ولد وما سمع مع الله ديش البلحة انا منطيها لله إيه ضربت جمعة جمعتين جن والله كم حفلان ايه صبغن الزلمي شو كم حفلان قال هي كل البلد مش فيي فيي والله لا روح اشك على الكمح راح اشك على الا في حجر ولا في شيء الا الكمح حطوه نافذ ومشبل طاية كل الكمح طيب الحمولي لما صار الحصيدة أنا عندي جمل أروح أنا وجملي وإمي ومرتي نحصد ونحمل ونروح للجلمة في يوم واحد الفلحة روحوا لي على ليش انتقى؟ قال أنا أروح أنا منطيها لله يعني كانت التعاون أزود من هيش ما فيش أملك قطع كثيرة من الأراضي حوالي 200 دلم الارض الكبير يعني اللي في مستعمره الكناع في حوالي ان هناك حوالي 60 دلم في كل مره كل شهر كل سنه في إغراءات يجي علي نعطيك شك مفتوح بس ننضمنا على الورقه شك مفتوح ننضمنا قديش بدك قلت لهم والله ما الدنيا كلها ما بحط اسمي بورقه ولا ببيع ذره تراب انتم مجانين واحد إحداش العام واحد إحداش العام في الزتون الزتون العام ما خرطنهوش لأنه كانت انتفاضة وكان الوضع سيء وصرت أروح أنا والمرأة للساعة عشرة يلا روح للساعة تسعة يلا روح العام ما خرطناش الزيتون نهائيا ما خلناش نفوت رحت الزتون حامل رحت العام لحالي لحالي فتت في العرض تبعي اجوا لي اثنين من المستعمر الكنا شو بتعمل هين؟ قلت لهم بخرت بزيتون قال هذا هذا هذ الارض مش لك يلا اطلع اطلع بطلعش اطلع بطلعش اطلع. اطلع عالي عزيكم بلشوا في اول هواء وثاني هواء وفي عيني تسع ورزات هي 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 العام في واحد 11 هجموا علي ضربوني تسع ورزات وارتميت الارض صعب لما ضربوني راحوا وانا صرت ادفع فلي الدم بجوز كيلو دم كيلتين دم لنزل من إيه بعدين في زيتوني اللي ضربوني تحتها حبها عشان العام تمطر بدروها صرت اعصر وحط على الجرح اعصر وحط على الجرح يا مهجع الروح يا نبض الشرايين يا مهجة القلب منك الكرب يحييني يا مكله يا مكله رافقتني العمر اجمعه يلامس النفس بوح منك يمشيني يا بلدتي يا اختصار الحسن في خلدي يا صنو جنة عدن في شرايين متى سألت عن الزاوي تعرفه كريم اصل علو في الميادين عزيز نفس غيور كله شرف يناطح الصخر لا يرضى بمافون فإنها الروح فإنها الروح روح لو تفارقني لصرت في ظلمات القهر مدفون الزاوية هي منطقة حدودية على الخط الفاصل كانت وضعها مأساوي أيام اليهود كان وضعها اقتصاديا يعتمد فقط على العمالة في إسرائيل بعد فترة الحمد لله أصبح هناك في كثير من المصانع في قرية الزاوية منها المناجر المحادد على مستوى عالي طبعا والحمد لله إحنا شاركنا في هذا التطور بإيجاد محل للوازم النجارين والمنجدين الذي يخدم هو الصناعة الموجودة في المنطقة أكثرها مناجر ومناجد تعتمد على شغلنا كثير بفضل الله وبفضل مصداقيتنا وأمانتنا في العمل تم تطور هذا المشروع تطور ممتاز جدا في الـ 2012 بل أسسنا شركة اللي هي شركة سمعين شكور وإخوانه في تختص تطورت في لوازم النجارين والتنجيل وطورناها صناعه السجلونات اللي هي الصوفة اللي بتفتح بتكون تخت او كنبايه بتفتح تخت منها بيرفع الكهرباء بينزل على الكهرباء في عده اشكال والوان واكثر تركيزها بيحة في الداخل الفلسطيني بل اهم مراحل تطوير الشركه هي مباشره بعد ما احنا بلشنا في الشغل الحمد لله رب العالمين بلش في عندنا تطور وتوسع في الشغل، عندنا الان في تقريبا 14 عامل في الشركه بين نجار ومنجد وبائع ومندوب مبيعات للشركه. احنا في عندنا فكره لتطوير لانه عمل على اساس التصدير. شو بتطلب منا السوق الخارجي للتصدير؟ احنا ان شاء الله رح نشتغل على التصدير بشكل قوي في ضمن تجمع النقودي لقطاع الاثاث ومحافظه سلفي والله بنصح اي بني ادم انه يستثمر في بلده اهم شيء اللي هي بلده بلده واولاد شعبه واولاد بلده هم اهم شيء لازم الواحد يركز عليهم وبنصح وبطلب من رجال الاعمال خارج فلسطين الاهتمام في بلدهم اللي هي الزاويه اللي هي تستحق كل الاحترام والتقدير اللي ناضلت وابعدت الجدار عن الزاويه ولا زالت بتناضل ولا زالت صامده انها هذه البلد تستحق الدعم والاحترام والتقدير من ابناء ورجال الاعمال الزاويه. والله الحمد لله احنا بلشت انا واخوتي يعني التجاره في محل صغير على المفرق الزاوي والحمد لله الله من علينا واشترينا ارض وبنينا المحل هذا وبنشتغل انا واخوتي والحمد لله لقدام وربنا رايحين نطور ان شاء الله الامور ونطور الوضع احسن. في المواد التموينية، في مواد التنظيف، في أدوات منزلية، في الألبان والأجبان، المنظفات ولقدام إن شاء الله رايحين نعمل قسم لحوم طازجة وفي المستقبل إن شاء الله راح نعمل طابق آخر طابق ثاني ونزيد عليه نحط تحف وهدايا وأشياء مرتبة إن شاء الله وكوزمتكس الحمد لله إحنا في الشركة يعني أنا وأخوتي نشتغل وفرنا عشر فرص عمل الشباب من فلسطين وحدينا من نسبة البطالة والحمد لله لقدام ان شاء الله رايحين نطور ويبقى الوضع أحسن ونوفر فرص عمل أحسن للشباب هسا بالنسبة النا ك أنا كسفيان ما عندي أراضي ورث أراضينا راحت في الشوارع وجوا الجدار هسا فكان لابد إلي من إني أشتري أو أتوجه أو أشتري قطعة بغض أول شيء كانت قطعة وحدي فاستثمرت فيها بمبالغ هائله جدا ولكن بعد ما جهزت المزرعه اللي عملت منها مزرعه شعرت انه هناك لابد انه الناس يعني تعمل او تتوجه للزراعه مثل ما انا توجهت صح كل واحد وامكانياته ممكن غير ما يقدر انه يكون في اللي انا اللي عملته ولكن هناك في عندك اللوزيات بدل ما تظل الاراضي بور انا بالنسبه لي وين ما في نقطه ممكن أن تكون مهدده للمصادره او ممكن انه في لها طريق وبقدر اقوم فيها او اصلها واشتريها عملت هيك في منطقه اسمها جبل الكروم قريبه على الجدار الجدار مش بعيد عنها 200 متر شريت ست دنومات استصلة مع الاستصلاح ومع الشغل فيها جبت لها 145 سياره تراب شيكتها سلاسل بواقر عمال ما لا اللي سنسلوا اللي حطوا الشيك اللي الاشجار طبعا كله شجر مثمر ما في عندي ولا اي شجره مش مثمره الحمد لله رب العالمين حفرت بير 180 كوب وما هذا ما قدرت ما ما كفل الزرع فاضطريت اني امد خط مي بطول كيلو كيلو ونص متر 1500 متر على حسابي الشخصي للاستمرار زائد جنب المزرعه في يوم من الايام بسال في رئيس البلديه عن الميه فطرح قضيه انه هي ممكن تشح المي في البلد او اليهود يعطونا ضمن لو في حووز تجينا يوم واحد في الاسبوع فما قدرت اتخيل انه المزرعه ممكن انها تعطش او شيء فاضطريت اشتري كمان ارض ثلاث دنومات في واد كانت يعني شو بدي اقول لك اياها صعبه جدا ارض صعبه جدا جدا وعملت فيها بركة مية لتجميع المية تعتمد على مياه الأمطار اللي هي بسعة 2500 كوب والله يا ريت لو كل واحد يستثمر في الأراضي أول حاجة بنحميها من البور ثاني إشي بنحميها من المصادرة ثالث إشي من التسريب رابع إشي بنعطي جمال طبيعة, جمال طبيعة حتى يعني مشروع كمشروع استثماري كمشروع استثماري ممتاز جداً رسالتنا لأهلنا المغتربين في كل مكان أن يكونوا دائما عند حسن ظن أهاليهم بهم وأن يكونوا بدورهم تجاه بلدتهم كما عاهدناهم حيث لهم دائما بصمات مهمة جدا ولا يعني لا يستصغروا أي شيء أي مساهم لهم في أي مجال هي لهم تأثير قبل المادي هو التأثير المعنوي لاهتمامهم بكافة القطاعات وخاصة التعليم والصحة والشباب من المهم جدا ان يكون لهم بصمات في كل مجال لانه ذلك يعزز ما بين التواصل ما بين اهلنا الموجودين في الداخل والخارج. اما اهلنا في المملكه الاردنيه الهاشميه الحبيب فهم بالفعل يعني هم ثقلنا الاكبر في في الخارج وهم نتمنى دائما ان يظل التواصل ما بيننا وبينهم على قدم وساق من اجل تعزيز هي التواصل ما بين الاهل والاحبه. لكوننا لا نستغني نهائيا عن التواصل معهم ونتمنى ان شاء الله أن يكون لنا معهم لقاء قريب وأن يجمع الله شملنا معهم ان شاء الله في أقرب فرصة خزان بدي لو سمحت تحكي لي اي سنه تم تاسيس ديوان أهل الزاويه وكيف اجت فكره تاسيسه سيدنا العزيز اسس ديوان اهالي الزاويه عام 2001 طبعا قام تاسيسه بجهود فرديه من بعض الاشخاص بديش اذكر اسماء بلاش انسى بعض الاسماء الاشخاص مشوا بمشروع الديوان والحمد لله مشت امورهم وتاسس الديوان وعم مع اهل البلد ولاقى بالاجماع الموافق على تاسيس ديوان اهالي الزاويه عام 2001 والله هو الديوان بحد ذاته عبارة عن يعني يعتبر بيت لكل مواطن من أهل الزاوية بيت الثاني لأهل الزاوية لكل مواطن يعني بيجتمعوا لما يجتمعوا زي الجمعة هاي ما شاء الله عنها يجتمعوا في الأعياد في الأطراح في الجهات في العطوات يعني أي مناسبة بتجتمع أهل الزاوية تكون إيد واحدة إن شاء الله إحنا كلجنة بجوز شاورنا وبنعمل قاعدين كتأسيس لجمعية نسميها جمعية أهل الزاوية الخيرية يعني عملنا إحنا كتيب وان شاء الله في وقت قريب جدا راحين نعرضه على وزاره التنميه الاجتماعيه ونحصل على موافقه تحويله من ديوان لجمعيه خيريه تعطيني فكره او تشرح لي كيف عمليه التواصل بين اهالي الزاويه المتواجدين في الاردن وفي الضفه كيف بتواصلوا مع بعض كيف بتراسلوا مع بعض هل في تواصل وشو ناويين يتعززوا هاي العلاقه في المستقبل والله في تواصل طبعا ما بينه وبين اهلنا في الضفه الغربيه مع عنصر الشباب وعنصر الكبار ونتواصل معهم الحديث ونفكر معا لرفع مستوى أهل البلد حقيقة والتواصل العائلات اللي في الزاوية كلها خلص تتلاشى يعني ما من فلان من عائل فلان أو من عائل فلان إحنا أهل البلد كلنا بنجتمع في هذا البلد اسمه بلدة الزاوية بلدة الأم يعني فإحنا الحمد لله متكاتفين في, في هذا البلد وفي هذا الديوان والديوان جمعنا الحمد لله على الخير وإن شاء الله دائما على الخير في المناسبات فلما نجتمع في الديوان لما نجتمع في الديوان بننسى خلافاتنا فكون بهمنا دائما انه الديوان يظلوا في تطور مستمر طيب شو خطتكم المستقبليه انكم تزيدوا من عملكم تزيدوا من نشاطكم تتواصلوا اكثر مع الناس ان كان اهل الزاويه المتواجدين في الاردن او في فلسطين والله ان شاء الله يعني بفضل الله ان شاء الله احنا يعني في بالنا احنا ان شاء الله نعمل مستقبلا ايام ايام طبيه مجانيه لاهل البلد نعمل فرق رياضيه ان شاء الله آه ان شاء الله نجتمع مثلا نعمل قسم للنساء يعني يجتمع يعني اهل البلد يتعرف النساء البلد يتعرفن على بعض يعمل مثلا مشاريع آه خياطه مشاريع تعليم قران الزاويه هي سميت الزاويه لانها كانت على ربو وياتوها اهل العلم والدين للتصوف وقراءه الذكر وبها ثلاثه مواقع ثلاثة مواقع أثرية دينية منها موقع الشيخ اسمه الشيخ هلال ولي وموقع آخر الشيخ أحمد الجمل وموقع ثالث الشيخ أحمد الطويل وهؤلاء أضرحتهم لا تزال موجودة شو بتعني لك الزاوية؟ التربة اللي أنت تغذيت منها تسري في عروقك ولو أنا كنت في أبو ظبي وطلبوا مني انا اتجنس لاني كنت نشيط. اقسمت لهم يمين بانه لو تب... تعطوني بير بترول كامل لن اترك بلدي. وهذا شعور كل واحد من اهل البلد لانه اللي واللي عاش من ترابها لا يمكن ينساها ابدا مهما بلغ من تقدم او مال او ما شابه ذلك طيب انت خلال هالفتره الطويله اول مره رجعت على الزاويه سنه ال 94 لما فت الزاويه وصلت اول الزاويه او على مشارف الزاويه شو كان شعورك توصف لنا بكلمات وشو اللي شفته مختلف بين الماضي وال 94 الزاوية كتضاريسها لو أغيب عنها مئات السنين لن أنساها ولن تتغير في بالي يوما من الأيام إنما التغير الذي حصل هو البنيان الجديد عندما خرجت من الزاوية القلب لا أقدر أصفه باللسان ولكن حركة في القلب على فراق الزاوية الزاوية دائما مسكة الرأس غالي جدا جدا لا أستطيع أن أصفه والله ثم والله إن لو, لو ملوا الأرض ذهبا لو عبوا الأرض ذهبا على أن تباع شبرا من أرض الزاوية لن نقبل بذلك أبدا الزاوية لا تقاس بثمن تحكي لنا عن الشعور داخل هذا الطفل اللي خرج صغير وعاد وهو ابن سن 51 سنة كيف كان شعورك؟ طبعا شعور يعني مؤلم جدا أن يقتلع الإنسان من أرضه ويترك أرض تربى فيها وعاش فيها كل حياته يعني مرابع الصبا مرابع الطفولة في هذه البلدة عشناها وفجأة أنت في بلد آخر حاولت أني كل المناطق اللي ما زالت في ذاكرتي أزورها يعني أنا أذكر من البلدة الجامع القديم علية محمد شقور رحمه الله اللي كنا نجلس فيها وكنا انا كنت كان عند جدي خيل كل يوم اركب عليه كل يوم هذه الذكريات ما راحت زرت المقبره هناك زرت الشوارع الطرقات المساجد اللي في البلده زرتها وزرت المناطق الجديده ذهلت بالعمران اللي صاير في البلد ممكن تعطيني وصف كامل للزاويه القديمه الواحد ايش بده يحكي لا يحكي لانه بتطلع كلمه الزاويه من من صميم قلبك ليش لانه انت ترعرعت فيها انت صرحت بين بين الزيتون انت نطيت عن السناسل انت لقطت صبر انت حطيت رغيف خبز تحت باطك ونزلت على المرج تمنك تفطر مع حبات تين شو بدك تحكي تمنك تحكي يعني لما بدك تحكي انت قاعد بتفتح جروح علي طيب تألقك وعشقك وحبك للزاوية بصراحة مميز ما بدا كل مبالغ هذا الشعور من النابع هذا من كثر الحج ما كان يعطينا فيه دروس في الشيكاده كنا نقعد فيها الا يجبنا عن سيره اهل الزاويه عن محبتهم عن اخلاصهم عن تواضعهم لان رحمه الله عليه اعطانا وصيه قال يابا الله يرضى عليكم اذا بموت اذا بموت مشان الله انكم تودوني تدفنوا جثتي في الزاوية. ابو رامي ممكن تحكي لي رحلة خروجك من الزاوية، أي سنة وكيف رجعت؟ أنا من وليد 1945 من وليد الزاوية درست المرحلة الابتدائية والاعدادية في الزاوية بعد المرحلة الاعدادية طلعت من المدرسة ودخلت القوات المسلحة سنة 1964 في سنة 1967 في شهر أربعة انتقلت إلى الزرقاء كعسكري حاولت في ستة ست وستين سبعة وستين وثمانية وستين وتسعة وستين لغاية السبعين أحاول أرجع على القرية من حبي واشتياقي إليها إلى أن تمكنت من الاستقالة من عملي مشان بس أروح أزور الزاوية وزرتها بتصريح زيارة وقعدت هناك بيطلع شهر من اجمل حياه عمري يعني بما انه انت احد طلاب الزاويه سنه الخمسين تشرح لنا عن التعليم في الزاويه في هذاك الوقت كيف كان طبيعته كيف ب... وانا لما دخلت الصف الاول كانت المدرسه غرفتين جنب الجامع القديم وكان اسمه المكتب وكنا ندرس في درست اول سنه وثاني سنه بعدين بنوا مدرسه القديمه هاي وانتقلنا الى الصف الثاني والثالث ست صفوف بعد الصف السادس اللي يوفي صف, سادس ينتقل على بديه ويدرس المرحله الاعداديه في بديه وبعد المرحله الاعداديه بدي كان فيها بس اعدادي واللي اه يخلص دراسته في بديا ينتقل الى سلفيه لاكمام دراسته الثانويه او الى نابلس ايه شيخ ابراهيم بدي تحكي لي عن رحله خروجك من الزاويه ايوه اولا عشت في قريتنا خمسة عشر عاما خمسة عاما شاهدت يعني عاداتها وتقاليدها في الصغر فكنت بعد صلاة الفجر القرية تكون كخليه نحل يعني كانهم ذاهبون الى معركة فالناس الى حقولهم وكنت اشاهد يعني شيء يسر الخاطر من ذلك النشاط العجيب الرهيب من مكارم هذه القرية انها تحترم الغرباء وتكرمهم وتستضيفهم ولا انسى الاساتذة الذين كانوا يعلموننا في القرية كانوا يجدون التكريم والاحترام بحيث لا يحب ان يغادر القريه ابدا من من كثره اكرام اهل القريه على اهل العلم. وها هي اليوم الزاويه القريه الصغيره تتحول الى مدينه عملاقه تنجب العلماء المهندسين الاطباء من كل التخصصات الان موجود من قريه الزاويه. ذكرياتي كل الصبا موجود كل الاصحاب كل الاقارب كل الاقران يعني تاريخ يعني اول زياره قمت فيها للبلد اول ما توجهت الى قبل ما اشوف امي. توجهت الى المقبره وذكرت يعني كل الاقران والاصحاب الختيارية القديمين يعني يعني تاريخ تاريخ فبالتالي كل ذكرياتنا تاريخي. انت في البيت عندك لما تكون هيك في جلسه عائليه انت وزوجتك واطفالك واولادك شو بتحكي لهم عن الزاويه انا دائما اذا بشوف سنسله في التلفزيون بقول لهم هي الزاويه وين ما بشوف سناسل اذا بروح على عجلهم بشوف سنسله بقول لهم هي الزاويه بشوف مبنى قديم بالحجر القديم بقول لهم هي الزاويه يعني اعيش في دم تعيش ازاي في دمي سافرت رحت على فلسطين بال96 وكان عشت تسعة اشهر هن يا ذولة اللي بالعدين من عمري بال بالهنا والسعاده بعدها عايش انسان طبيعي جدا لا تعتبر الي هذا العمر الا تسعة اشهر اللي كنت فيه في الضفه الغربيه يعني وصف وتعبير كثير جميل بس شو السبب شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى اخذ عهد من الانسان انه يخلق مسلم ومؤمن كل ابناء فلسطين كل ابناء فلسطين في عندهم داخلهم قبل ينولدوا انه هذا ابن فلسطين. هيهات يا ابو الزلوف عيني مولايا فلسطين بلادي ودمعة عيني وكلك حني المرحلة الابتدائية درستها في الزاوية المرحلة الاعدادية انتقلت لقرية جنة اسمها بديا فكل يوم نروح خمسة كيلو ونرجع خمسة كيلو عشان جيل الشباب الايام هاي اللي بروح الامور سهلة وميسرة لهم للثانوي بيدرسوا في نفس البلد في الزاوية بيحتاجوش يمشوا خمسة كيلو رايح وخمسة كيلو راجع وبعدين المرحله الثانويه قراتها في نابلس في مدرسه الجاحظ بعدين انتقلت الى القاهره كانت القاهره سموهم الدنيا بلد الثقافه والعلم وانا كنت في بدايه حياتي اكتب الشعر والقصص وبدي اريد ان اكون كاتب لما صارت حرب ال 67 انا كنت طالب في القاهره لما صارت حرب ال 60 67 اللي برا بده يضل برا واللي جوا بده يضل جوا ممنوع نرجع عند اهلنا فظليت برا خارج 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 البلد ما كنت ازور اهلي من خلال تصار... يعملوا لي تصاريح لما كان مسموح في التصاريح لغايه سنه ال 94 بعد ال 94 صاروا يمنعوا التصاريح وانحرمنا من ان نشوف الاهل في البلد بلده الزاوية هي بسكة الراس هي التاريخ هي التراث هي الـ هي الـ العمل خلينا اقول فهي تعني شيء الكثير واريد هذه الروح اولادي اللي ما شافوش البلد في خاصة الجيل الأخير من أولادي الأولاد الكبار كانوا يروحوا معي البلد يزوروا البلد معي بس اللي يجي في الآخر لما منعت التصاريح وما شافوهاش بحاول أحب اذكر أحكي لهم قصص أجدادهم قصص بحكي لهم القصص هاي بتربطهم بالتاريخ وبالبلد وبتربطهم في, القرية في أخوي أبو مصطفى الحقيقة أولا هو أكبر مني ب13 سنة تقريبا درس خذ ماجستيرين من أمريكا ما كلف ابوي ولا تعريف يشتغل وعلم حاله فهذا كان صار بالنسبه لي نموذج فلما انا خلصت التوجيهي ابوي بده يوديني على امريكا زيه ما دام الشغله بتكلفش بده يروح على امريكا فقال له شو رايك؟ قال له اخوي عبد العزيز بيصلحش لامريكا انه واعم انا وحساس قال اخوي بيصلحش لامريكا بدها وديه على مصر فرحت على مصر خلصت من مصر وظلت جملته هذه براسي اني انا بنفعش لامريكا بعد ثمان سنوات رحت على امريكا وبعت لي هناك قال لي اذا عاوز فلوس اذا عايز مساعده قلت له لا زي ما انت دبرت حالك انا لازم ادبر حالي فكان هو بالنسبه لي النموذج في العصاميه المرحله الثالثه من حياه ابو مصطفى المرحله الانتاجيه اللي قضاها في قطر 30 سنه علم اولاده احلى تعليم وحتى المرحله الرابعه اللي هي مرحله التقاعد مرحلة العمل الخيري وتأليف الكتب ألف تقريباً بيجي أكثر من عشر كتب في خلال مرحلة التقاعد عمل اعمال خيريه كثيره جدا تذكر في مجال الحسنات ان شاء الله وهذا فكان هو بالنسبه لي النموذج وهو 90% من شخصيتي شكلها ابو مصطفى. يعني رغم قرب المسافات ولكن السفر للاردن فيه تعب ومشقه وانت صاحب مسؤوليات كبيره في البلديه تركتها وصريت تكون موجود في هذا التسجيل بين اهلك وبين ربعك وبين احبائك اهالي الزاويه. بدنا تحكي لنا وصفك وشعورك وانت موجود حاليا في هذا الوقت. يعني في ختام هذا الفيلم الرائع يعني كان لابد من تواجدنا بين اهلنا في المملكه الاردنيه الهاشميه وهذا التواجد يحمل مجموعه من الرسائل من اهمها انه احنا نؤكد على أهمية جمعة أهلنا ولمتهم ولم شملهم في وحدة واحدة في مكان واحد يسهل عليهم ضنك الحياة وصعوبة الغربة. الرسالة الثانية أنه احنا نبعثها لأهلنا في الأردن هي سلامات أهلنا في بلدة الزاوية اللي هم دائما بأكدوا على وحدة الحال ووحدة هذه هذه البلدة. الرسالة الثالثة هي رسالة شكر للشعب الأردني وللملك الأردني على احتضانه لكل شعوب المنطقه في نكباتهم وفي ازماتهم اللي احنا بناكد انه هذه الارض هي كما ارض فلسطين بالنسبه لنا ارض مباركه ومقدسه ولا بد انه احنا نكون يوم ويرجع ابناء شعبنا الى ارضهم ووطنهم